هو يا ابن سي محمد بسطاوي رحمه الله، صديقنا اشتغلت معاه في مجموعه من الاجمال من الاعمال، ياك حنا جيران جوحة، شخص يعتد به والولاد ديالو وليداتنا وداك الشيء، ولكن ما كنظنش بان هاشم البسطاوي يقدر يخرج بهذيك التدوينه. علاش؟ لانها غير تدوينه فيسبوكيه، ويقدر انه شي واحد انتحل هذيك التدوينه وانشرها. ننتظروا في الايام القادمه انه يخرج هاشم البسطاوي بتصريح علني، سواء من منبر شوف تي في او من احدى المنابر الوطنيه، باش يعبر لنا على هذاك التدوينه. بيان سيغ هو المغرب محتاج لبزاف ديال الطاقات، وسورتو هاشم البسطاوي هو واحد الممثل شاب اللي ابرع في مجموعه من الاعمال، واشتغلت معاه انا ديغنييرمون سلامات ابو البنات، كان متميز، وكذلك مع محمد نصرات في حديدان وبنت الحراز، ياك حديدان وبنت الحراز، شاب زوين، كنتمنوا ليه التوفيق، ويلا كانت بالفعل كنعتبروا غير سحابات صيف عابره، وانه يرجع للميدان، لان الجمهور المغربي متعطش ليه، لانه شاب زوين ومتخلق، والله يخلي ليه ميمته وخوته، ويكون هو يا ذلك الشبل من ذلك الاسد، نشموا في عين ريحه السي محمد البسطاوي رحمه الله. شكرا لك. شكرا لك. باعتبار انك انت يا فاعل في المجال الفني، لا سولتك على القرار ديال اعتزال الفنان هاشم البسطاوي؟ ما عندي حتى شي تعليق في الموضوع. ما دارك هذه الخطوه هذه؟ ما عنديش شي تعليق. تأكدتوا من هذه المعلومه؟ لا تعليق لدي، وما موضوع يعني بالنسبه لي انا ما يمكنش نقول فيه اي حاجه، لا مرتبط باعتبار الصفه ديالك في الميدان. لا تعليق الصفه ديالي، حقوق الفنانين ما يرتبط بالحقوق ديالهم الاجتماعيه والحقوق المهنيه. الملكه بنتي فنانه قديره وعطيتي الكثير للحق الفني، علقتي لنا على الخطوه ديال اعتزال الفنان هاشم البسطاوي، كيفاش تلقيتي هذا الخبر؟ خويا اش غنقول لك، والله العظيم بكل صراحه، يلاه قالها لي واحد السيد غير هنايا، هذاك السيد بسطاوي انا خدمت مع اشتغلت مع باه الله يرحمه، وهو خرج من الوسط الفني، ممثل في المستوى المطلوب وجميل جدا، وما عرفتش والله ما عرفت لحد الان، ما فهمتش علاش طلب اعتزال، ما فهمتش. هو حر، هو شغله هذاك، انسان ما فرق الله ريوس غير ترتاح، لو ما شاف شي حاجه اللي ما عجبتوش ما غاديش يدير، ونتمنوا الخير ان شاء الله. وهذاك الانسان عظيم، وكنعرفوا مزيان، لا هو ولا باه ولا امه، كاع اشتغلنا جميع، ونطلب الله تعالى كل خير ان شاء الله. انا صدمتيني بهذا الخبر، لانه صديق عزيز و كنعرفو مزيان واخلاقه تبارك الله عليك، ولكن ملي قلتي حتى في التدوينه انا تفاجات، انا ما عنديش مرة، لان ما نقدرش نعطيك معلومه وانا ما متاكدش منها. بالعكس انت دابا عطيتيني هذه المعلومه، انا غادي نحاول نتواصل معاه ونشوف واش المعلومه واش بصح ولا لا، ولا كانت بصح شنو الاسباب، ولا بدات تكون دوافع، الا ما كانتش بصح غير لحظات غدا. المهم نتمناو خير ان شاء الله باش نعطيك معلومات، حيت انا يلاه فاجاتيني دابا، وبالعكس انا ظني خاطري ملي قلتيها ليا، دونك خصنا نسولو فيه ونعرفو شنو كاين. تعرفوا الدوافع والاسباب، لعل وعسى يتراجع على هذا الخطوه. واش متاكدين بهذا حتى التدوينه والتدوينه ديال لاباج ديالو؟ هو نتمناو خير، نتمناو خير. راك تعرف الفنان بعد خطرات كيمر سميتو بمراحل اللي هي صعيبه، فهمتي كي الضغط داك الشيء، ولكن كيعاود يدرج كاي انسان، فهمتيني، لانه حتى ضغوطات الحياه تكون سحابه ديال الصيف وعابر ان شاء الله. ان شاء الله. وسامه تبارك الله راه كنعرفوه كامل. هاشم هاشم حنا تبارك الله زعما عشنا معاه، دوزنا معاه لي تورناج، يعني زعما كنعرفوا حتى الاخلاق ديالو وحتى الكاركتير ديالو. عائله فنيه صح؟ عائله فنيه، تبارك الله. حتى نتمناو خير، لانه تبارك الله حتى الا كانت شي مرحله اللي هي هذا راه غادي يتجاوزها سي سيغ ان شاء الله، لانه اقوى من ذلك. وكما قلتي عائله فنيه تبارك الله راه مشهود ليها بالاخلاق ديالها وتعاملها الجيد مع الوضع، زعما كاع مختلف المشاكل اللي كتكون. سي نورمال. الله عليك. شكرا لك. شكرا لك.